أخبار اليوم. دليل ان احنا مفيش عربيات ما جاتش، ده بيملى فيها ايه بقى ان شاء الله في الثلاث ساعات؟ ايه اللي بيملاها فيها؟ مش ما بقى في الشغل؟ الشغل منين بقى تقول ايه؟ حدش يقول لي كده ما فيش مشكله. لكن هجيب معدات اوقفها. ده واقف ليه ده؟ عشان كل التنزيل يعني ايه يعني لا حضرتك ما حبيناهم، احنا بعتنا لهم الشيل وهم هيجوا يرضوا، هم اللي بيجوا يشتغلوا فيه. عطلان بقى وبعد كده بخلص له ورق يجي لك وبعد كده بخلص له. لا ما راجل انت خدت كذا وحاجه ماليش ذنب فيها، مش خدت خمس ايام حاجه ماليش ذنب فيها. المره الجايه برضه هتاخد ال 10 ايام.